مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. سلام بالجميع. أنا محدثكم جمال الشريف في برنامج جمال التطوع في حلقة جديدة على قناة كنار تي في، صوت العرب من كندا. اليوم حكايتنا عن حكاية كبيرة، لكل حكاية بداية ولكل منها نهاية، ولكن حكايتنا اليوم تأبى إلا أن تكون خالدة. كثيرون في هذا العالم يريدون تغييره، ولكن القلة من يهبون ويقومون ويعملون على ذلك. قصتنا عن رجل جاء من ليبيا الأبطال، ليبيا عمر المختار، إلى بلاد العم سام ليحط خطاه في مدينة السينما والهوليوود، ولكنه رفض أن يغير العالم من عن طريق العالم الافتراضي بالأفلام ومن خلف الكاميرات بواقع وهمي. أراد أن يكون حراً وأن يكون خير سفير لبلده وأمته ودينه. قام بعمل عجز عن عمله الملايين من البشر. تبنى أكثر من 80 طفل خلال حياته تخلى عنهم آباءهم بسبب إعاقات أو أمراض وأسباب أخرى سنتعرف عليها. رحبوا معي مع العملاق الكبير الأستاذ محمد بزيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. يعني أعذرني على المقدمة التي فعلا تستحق أكثر منها، ولكن أنا أتشرف أن تكون معي اليوم في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك على قناة كنار تي في. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك. أستاذ محمد، عرفنا بنفسك، نشأتك ومكان ولادتك، كيف بدأت حياة محمد؟ أنا محمد بزيك، عمري الآن 66 سنة، من ليبيا، من مدينة طرابلس. أتيت لأمريكا كطالب في سنة 1978، ودرست وتخرجت من الجامعة بولاية يوتا من يوتا ستيت، مهندس إلكترونات. نعم. أنا سمعت إنك كمان رياضي كنت في في في. والله يعني أنا لما بعد ما تخرجت وجعت هنا لكاليفورنيا لوس أنجلوس، بدأت أتمارس الرياضة واشتركت في 15 ماراثون. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الحمد لله، يعني وفقني الله سبحانه وتعالى، وكلهم يعني حصلت على ميداليات. يعني ما شاء الله، ممتاز. أوكي، خلينا نتكلم الآن عن الخطوة الأولى اللي هي الحياة العائلية، الزواج. أنت تزوجت في أمريكا؟ نعم، أنا زوجتي أمريكية. ما شاء الله. قابلت هنا في لوس أنجلوس وتجوزنا، وكان جوزتي السبب، هي السبب في العمل هذا. زوجتي كانت عايشة مع جدها وجدتها، وكانت أسرة فاستر فاميلي، عرفت؟ فهي تعلمت منهم. لما قبل جوزتي كانت هي فاستر مام، يعني أم حاضنة. ومنذ الجواز من 1989 بدأنا الشغل مع بعض أنا وهي. يعني هل لك أبناء منها؟ أبناء؟ نعم، ابنين. نعم. اثنين ما شاء الله. حدثنا. واحد توفى رحمه الله عمر، والثاني والآدم هذا ابني، وهو آدم عمره 23 سنة الآن، يدرس في الجامعة ولكنه معاق، عنده مرض كسر العظام، كسر كل عظم في جسمه. يا الله. وعنده القزمية، فهو يعني رغم أنه 23 سنة ولكن حجمه حجم طفل 3 سنوات ونص 4 سنوات، فهو أصغر طفل في الثانوية، في المرحلة الثانوية، وأصغر طفل في الجامعة. يعني قصير القامة قصدك؟ يا قزمي، يعني لا. عنده القزمية ويدرس في الجامعة وموفق إن شاء الله، ويدرس في الجامعة، عرفت؟ ويعني بيدرس كمبيوتر ساينس الآن. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. طيب أستاذ محمد، أنا يعني سؤال يمكن يسأله عن الكثيرين، أكثر من 80 طفل خلال 30 سنة تبنيتهم في منزلك
جلستهم في حضنك، نمت بالقرب منهم، احتضنتهم، وأباءهم وأمهاتهم فلذات أكبادهم كانوا يرموهم. شو الأسباب اللي بتصير؟ ليش الناس بترمي أبنائها في المناطق هاي؟ والله في ناس لا، عندما المرأة تولد طفل معاق ويقول الدكتور أن هذا الطفل عنده أمراض مزمنة، فيرمي الطفل، يسيب الطفل في المستشفى ويغادر ولا عاد حد يشوفهم. وفي بعض منهم يعني عندهم إعاقة خلقية بسبب يعني الأهل، الأم وقت الحمل ممكن مخدرات، الكحول، عرفت. وفي بعضهم هوملس فما عندهم شيء، فالحكومة تتدخل وتأخذ الأطفال هذه منهم. ومدينة لوس أنجلوس معروفة بالهوملس. كثير، أكبر مشكلة في لوس أنجلوس الآن هي الهوملس. صحيح صحيح، عرفت. لأن الحياة غالية فيها، فاللي يجي يعني من أول يوم يجي من ولاية من مدينة ثانية يصبح هوملس. صحيح. وكثير يعني من أطفال أمهاتهم أو أباهم صغار السن، عرفت. فخلاص المرأة تحمل والأب، مش الأب يعني البوي فريند، يروح خلاص لا عاد يشوفوا بعضهم. والمرأة لما تولد فهي هي هي بنفسها هوملس. نعم. أنت حدثتني قبل إنه في قانون في لوس أنجلوس الآن اللي هو يحمي الأطفال من رميهم، كانوا يرموا في القمامة في الأحيان وبعض الأحيان في دورات المياه جلكم الله. زمان كان يعني في بعض يعني الأمهات يرموا أطفالهم في القمامة أو في دورات المياه، لأن خوفا من أن يعرفوا أنها هي حامل. ولكن الحكومة يعني حكومة كاليفورنيا يعني أصدروا قرار أن إذا المرأة لا تريد طفلا لها أن تحط، يا إما يعني ترفعه إلى المستشفى، ترفعه إلى مسجد، إلى كنيسة، إلى مركز الشرطة، إلى مركز شرطة المطافي، إلى أي منظمة، ولا تسأل حتى عن اسمها. فهذا شجع الناس يعني ما يرموا الأطفال في الزبالة ولا في القمامة يعني. طيب أستاذ محمد، خلينا نبدأ بقصتك. يعني كيف بدأت؟ كيف بدأت عندك هذه القصة؟ أول طفل تبنيته، إيش الدافع كان؟ أول زي ما قلت لك، أنا جوزتي هي السبب في عملي هذا. لما قبل جوزتي وتزوجت، كانت جوزتي يعني هي حاضنة، لأنها كانت تعيش مع جدها وجدتها، كانوا أسرة حاضنة. فيعني عملنا في هذا العمل، وكنت أنا في البداية أقوم بفالنتير، طب يعني أزور المستشفيات وأروح للأطفال اللي ما عندهم حد، يعني في أطفال يعني يبقوا في المستشفى ما في حد بيزورهم. فكنت أنا يعني أروح للمستشفى كفالنتير، ويعني أقوم أتحدث معاهم، أجلس معاهم، أشيلهم، ألعب معاهم في ينو في داخل المستشفى. فشفت يعني العجائب يعني، عرفت. فيعني هذا اللي شجعنا. ولما أنا شفت الأطفال خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة، ما في حد يزورهم، ما في حد يعتني بيهم يعني بالمستشفى. المستشفى لا تلوم الدكاترة والممرضات، لأنهم كل يوم في شفت جديد، ما فيش ارتباط بين الطفل والممرضة والدكتور. لأن الممرضة عندها مجموعة من الأطفال، وقلت لك يعني الشفت تتغير يوميا، فما فيش يعني رابط بين الطفل والممرضين والدكاترة. طيب. فتلقى الطفل يعني ما حد بيزوره، ما حد بيشعر أنه محبوب، ما حد يشعر الطفل بالوحدة. وهذه الوحدة أول طفل تبنيته من هو؟ أول طفل بنت مكسيكية، أمها وأبوها مكسيكان، من يشتغلوا في المزارع، في المزارع،
وكان أمها تشتغل في المزارع، وكان في ذلك الوقت في الثمانينات، في أواخر الثمانينات كانت يرشون المبيدات الحشرية على المزارع، فسبب يعني برد افكت للأم، فولدت الطفلة يعني كانت عندها العمود الفقري خارج الجلد من الظهر، خارج جلد الظهر. وكانت يعني تاكل على عن طريق الانبوب، كان راسها مثل يعني هيك مثل راس السمكه. نعم. من فوق هيك يعني. فهذه البنت عاشت حوالي سنتين ونص معنا، وتوفت فجأة. سبحان الله والله يوم توفت أنا أذكر ذلك اليوم. يعني أنا كان جوزي عامل عشاء، وكان ذلك اليوم عيد فورت أوف جولاي، عيد استقلال كندا، عيد الأمريكي 1991. وكنت أنا أدخل الحمام وجوزي يعني كان معد العشاء، فأنا في داخل الحمام سمعت ضجيج يعني، حتى طلعت من الحمام بفوطة حولي، وجيت البوليس والشرطة والمطافي والأسعاف فقالوا فلانة ماتت. كيف ماتت؟ لا. أنا خشيت الآن يعني زلزة تلعب يعني، قالوا ماتت يعني. وكانت يعني كانت فيها تجبيس يعني، تجبير من الرقبة إلى الأخمس القدم. يا الله، مجبر جسمها. عرفت، لأنها العمود الفقري. العمود الفقري، حتى يحاولوا أن يقطعوا الجبس بالمنشار على ساعتها chest compression، ما قطعوا الجبس حتى هي توفت يعني. الله يرحمه. نعم. طيب الآن أنت العمل هذا متى بدأت فيه؟ أي سنة؟ 91؟ لا، بدأنا بالعمل في 1989. أكثر من 30 سنة. 31 سنة. ما شاء الله. وكان عندك في المنزل، كنت أنت تجيب على المنزل تبعك، جبت أكثر من 80 طفل. إحنا يعني في الفترة 30 هذه الفترة كلها يعني أكثر من 80 طفل حضناهم. نعم. مما معناه أن كلهم في المنزل، مش في المنزل، كله بمجهود شخصي في المنزل. ماني منظمة ولا وأنا منما أنا individual. طب الـ يعني أنت كنت تجيب الأطفال كمان، مش الطبيعيين، الأطفال اللي كان عندهم مشاكل صحية. لا، أنا من 1995 يعني قررت أنا وجوزي ما ناخذ الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي ميؤوس من حياتهم، لأن هذا النوع من الأطفال لا كثير من الناس يريدوا أن يأخذوهم، لأن الناس في ناس حتى تخاف تتكلم على الموت. صحيح. فيقولك أنا ليش أخذ طفل وأعرف أنه بيموت وأجيبه لبيتي ويموت عندي، فيسبب لي يعني عقدة نفسية لنفسي ولأطفالي ولأسرتي، فلهذا الناس ما بيأخذوهم. هل هناك أطفال قال لك الأطباء إنه حيموت خلال شهر وشهرين وعاش أكثر؟ نعم. عندي طفلة قال لي الدكتور اللي طلعت على الفيديوهات في عرفت، أن قال لي يعني إذا محظوظ أنت أسبوعين أو شهرين بالكثير. 9 سنوات. عرفت يعني. يعني وهذه يعني التشخيص متاعها يعني ميؤوس منها، يعني تعرف ما عندهاش دماغ، she has no brain. واو. و deaf و blind have a seizure. عرفت. four machines. لا. 15 دواء يوميا صباح ومساء. تكلفة الأدوية كانت تأخذها من التأمين. التأمين الصحي. طب أنا يعني بدي أعرف شوية عن الأطفال هدول. أكبر هدول الأطفال قديش عمره الآن اللي عايشين؟
أكبر واحد اليوم حوالي من عمره 35 سنة، حوالي 35 سنة. وفي تواصل معاهم؟ في تواصل يعني، الآن يقول لي لأن أخذناه لم يعرف ولا أهله ولا أمه ولا أبوه ولا أخوانه ولا أي واحد في عرفت من أسرة أهله، فلأن الآن يقول لي يا أبي يعني. سبحان بحكي لك يا أبي. يا نعم ما يداد عرفت. يا الله. في سؤال من الأخت إكرام تحكي أتوجه بالتحية للضيف محمد زيك من خلال حديث، لو تحكي لنا تكلفة ومن يدعمكم ماليا من قيام بهذا العمل؟ بالنسبة للطفل، أنت لما تأخذ الطفل، أنا عندي ترخيص من ولاية كاليفورنيا، وعندي ترخيص من مدينة لوس أنجلوس كاونتي عرفت، وأنا أتعامل مع دايركت مع مباشرة مع الشؤون الاجتماعية اللي هو قسم الأطفال والشؤون الاجتماعية، وأتعامل مع الميديكال يونت. نعم. فهم لما يكون عندهم طفل هم يكلموني ويطلبوا مني أن إذا أنا عندي يعني فراغ أن يعني أخذ ما في مؤسسات تدفع لك فلوس وهذا ما في من كلام. بالنسبة لل ولا ممثل عالمي ولا توم كروز ولا مش عارف. لا 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 لا, لا. أنا قصتي اسمع، قصتي لم يعرف عليها أي شخص إلا عندما طلعت على لوس تايم على في 2017 على لوس أنجلوس تايمز. أنا كان ما يعرفني حد ولا تكلم على هذا العمل. حنحكي عن هذا، حسألك عن السؤال هذا. طيب الآن هل هناك طاقم طبي في المنزل يساعدك بالإجراءات الطبية؟ يعني عندي ممرضة تشتغل من الصباح الساعة 8 إلى الساعة 4، وبعد الساعة 4 إلى ثاني يوم الصباح أنا بوحدي. كنت أنا وجوزتي العمل هذا، ولكن الآن من 2015 أنا وحدي يعني. أنت حكيت لي أن زوجتك توفت رحمه الله. نعم سنة 2015. نعم الله الآن لها الشهر هذا لها 6 سنوات متوفية. الله يرحمها ويغفر لها ويكون في ميزان حسناتها ما عملته. وزي ما قلت لك هي السبب. هي السبب في عمل في اللي أنا مندمج في هذا العمل هذا. الأستاذ محمد أنا بدي أحكي لك، يمكن عندنا صديقتنا وزميلتنا هدى البني، هي أحد الأشخاص اللي بيحكوا لك شيء. السلام عليكم يا سيد زيك، الله يبارك فيك، أنت أحد أبطال الملهمين في هذه الحياة. أنت ألهمت كثير من الناس وأنت لا تعرفهم ولكنهم يعرفوك، فجزاك الله عنا كل خير. جزا الله خيرا. آمين. بدي أسألك عن الإعلام، أنت حكيت لي أن الإعلام بدأ يسلط عليك الضوء في 2017 فبراير 2017 8 فبراير 2017 طلعت القصة متاعي على جريدة لوس أنجلوس تايمز. نعم وهذه من الجرائد الكثيرة. نعم من أكبر الجرائد في أمريكا، وكان المقال صفحتين في الجريدة. نعم. يعني كان مقال كبير وانتشر من أول يوم، مش في أمريكا، في العالم كله ما شاء الله. أنا قصتي عرضت من أكثر من 90 دولة في العالم، كتبت من أكثر من 10 لغات اللي أعرفهم أنا. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا كان في بداية حقبة ترامب بدأ التسليط عليه. والله طلع قصتي 4 أيام بعد ما ترامب يعني أصدر قرار بمنع 7 دول إسلامية بما فيهم ليبيا. واو. ومن هذه القصة بعض الناس انتقد الرئيس الأمريكي من خلال قصتي على منعه للمسلمين أن يدخلوا سبع دول مسلمين أن يدخلوا أمريكا، وقالوا له شوف أن هذا محمد بزيك من ليبيا ومسلم. نعم. لا وشوف إيش عمل هنا، عمل أعمال حتى ممكن الأمريكيين ما يعملوها. يعني من جد أنت كنت خير سفير لخيره. الحمد لله. الحمد هذا بفضل لله. الحمد لله. طبعا أسمى بتسألك من مسيرتك، ما هو الموقف، هل هناك موقف
شخصي دفعك إلى هذا المشروع؟ زي ما قلت لك أنا بداية يعني من جوزتي، نعم، ولكن من خلالي كنت يعني أروح زيارات، يعني كنت متطوع في المستشفى فأشوف الأطفال هذم أنهم مساكين مولودين من ساعة الولادة عندهم أمراض مزمنة وحدهم في المستشفى، لا أحد يتكلم معهم، لا أحد يحضنهم، لا أحد يوريهم الحنان والحب. فهذه أثرت فيا، فأنا قررت أنا وجوزي أن من 1995 ناخذ الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة وبعض منهم ميؤوس من حياتهم. يعني طيب الأطفال مش مثل بعض، كل طفل عنده حالته. نعم. ففي سؤال من هدى بقول لك، هل كنت تفقد أعصابك من قلة النوم والضجيج؟ هل كل الأطفال كانوا يتفاعلوا بنفس الطريقة؟ والله هذا العمل هداي 24/7 على مدار السنة. ما تقولش أنا امبارح ما نمتش، اليوم ما أستطيع أن أقوم الصباح وأعطيه الدواء أو عنده معدم الدكتور، لازم أروح حتى ولو ما كنت نايم. نعم. عرفت، لأن هذا العمل يعني عمل استمراري على مدى طول السنة، لأنهم الأطفال هذوما عندهم أدوية يوميا 3-4 مرات باليوم، عندهم ماشينز يعني كل يوم، يعني هذه الحاجات مستمرة يعني. يعني ولازم يعني لازم نتحلى بالصبر، ولازم في هذا العمل إذا تريد أن تستمر في هذا العمل لازم يكون تحب العمل وطالع من قلبك، خالص من قلبك. هل كنت تحبهم كأبنائك؟ والله ما عمري عملتهم على أنهم أطفال في الحضانة، أعملهم كأنهم أبنائي من صلبي. يا الله، هذا الشيء الذي خلاني أستمر في هذا العمل لهذه الفترة. طيب، الإعلام الأمريكي ركز عليك في عدة مواقف، لماذا تأخر الإعلام العربي بالتركيز عليك؟ هذا أسل الإعلام العربي في هذا، لأن الإعلام العربي ليس مهتم. والله أنا أكثر يعني أكثر الميديا اللي غلطتني من إعلام يعني يهود. يا الله، والله هم أكثر ناس. يا الله. طيب أستاذ محمد، هل تم تكريمك من قبل سلطات محلية الكونغرس؟ هل تم تكريمك من أحد مؤسسات عالمية؟ والله كرمت هنا من عندي حوالي 10 شهادات تقدير من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي. عندي تكريم، شهادة تكريم من الحكومة في مدينة لوس أنجلوس. عندي تكريم من المدينة، المير بتاع المدينة بتاعي. عندي تكريم من المركز الإسلامي في ولاية كاليفورنيا، وهو أقدم مركز إسلامي في مدينة لوس أنجلوس. عندي تكريم من كير، اللي هي منظمة إسلامية في حقوق الإنسان، عرفت، تدافع عن حقوق الإنسان، تكريم. وكذلك كرمت من هوليوود في بالجائزة الإنسانية من هوليوود. ما شاء الله، هذه أول مرة يبيعطوها كجائزة إنسانية في تاريخ هوليوود. نعم، أنت أفضل من كل اللي في هوليوود، أنا أقول لك إياها، من ليس فقط لأنك قمت بذلك، لأن الفعل اللي بتقوم فيه هو فعل إنساني بحت. في سؤال، وكذلك أنا حصلت يعني جائزة من الحكومة التركية، جائزة الأعمال البرية العالمية، وكذلك حصل جائزة من محطة التلفزيون التركي TRT، جائزة المواطن العالمية، وكذلك كرمت في دبي بجائزة صناع الأمل محمد بن راشد. نعم، نعم، محمد بن راشد. ويعني الحمد لله، والحكومة التركية عملت يعني فيلم وثائقي عني، رسلت فريق من تركيا من اسطنبول، وجاءوا وقاموا عندي 35 يوم، قاموا هنا في لوس أنجلوس وعملوا فيلم وثائقي، وعرض في
في احتفالية الأفلام السينمائية في لوس أنجلوس، عرض وعرض كذلك في المحافل بتاع السينما في إسطنبول تركيا، والآن عرضوه على التلفزيون التركي في عدة محطات. وهنا شركة من هوليوود حتي عملت فيلم وثائقي عني، ولكن لم يخرج بعد الآن، كان يخرج السنة الماضية ولكن بسبب الكورونا أجل. نعم. وكذلك الآن يعني في شركة يعني نتفاوض معها لعمل فيلم سينمائي وفيلم وثائق في فيلم يعني على حياتي، يعني هو فيتشر موفي. تستحقها. كما يقول أخونا سام نمورة بقول مثال رائع، صدقا جعلتنا نخجل من أنفسنا ومن أنانيتنا، شكرا لقلبك الكبير. أستاذ ميسون تسأل هل لديك خطة للتقاعد في سن معين؟ والله أنا سألوني هذا السؤال عدة مرات في كل المقابلات. أنا أقول ما دمت في صحة جيدة وعندي الإمكانية أن أعطيهم أحسن الرعاية فأنا مستمر في العمل. لن تتوقف كأب؟ لن أتوقف. أنا كرست معظم حياتي يعني في هذا العمل، 31 أنا خاش 32 سنة في هذا العمل. والأب لا يتقاعد، الأب يبقى أب. لا لا لا، أنا إيش أقول، أنا تعرف تصور 10 سنوات لم أخذ يوم إجازة. يا الله. طب إذا صار وتقاعد يعني خططت وقررت أنك تتقاعد، هل هناك من يكمل هذه المسيرة من بعدك؟ الله أعلم. يعني أنا اسمع، أنا قالوا لي في لوس أنجلوس هذا وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، قالوا لي أنت الوحيد اللي معروف عندنا في لوس أنجلوس كاونتي تأخذ في الأطفال اللي ميؤوس من حياتهم ويعلم أنهم سيموتوا. يا الله. يا الباقي بده طفل تسلين بكون. نعم. في سؤال، هل عندك أطفال بيولوجيين؟ جاوب الأستاذ محمد اثنين وواحد من المتوفى. نعم. تحياتنا من المغرب. هل هناك دعم من المجتمع العربي؟ نعم، ما سمعتك يا أخي. هل يوجد دعم من المجتمع العربي في لوس أنجلوس لك؟ لا للأسف. طيب، قبل عدة سنوات قلت لي إن أنت عانيت من بعض الأمراض ومنها سرطان. نعم. والله أنا يعني أنا يعني عندي مرض السكري منذ صغري، وفي 2012 يعني كانت عندي سقطة قلبية هارد أتاك. وفي 2016 قبل القصة أن تطلع يعني بأقل من بشهر ونص يعني قال لي الدكتور عندك سرطان القولون، فدخلت العملية وكنت وحدي. يا الله. أنا كنت خايف يعني كنت واجه التحليلات والذهاب للدكتور والعملية وحدي، يعني شعرت بنفس الشعور يشعر به من الأطفال الموجودين في المستشفيات بدون أهل. إذا قلت أنا عمري في الستينات وأنا خايف لأني وحدي، فما بال الأطفال ما عندهم حد من يوم من ساعة ما ولدوا وهم عندهم أمراض ويعني وحدهم، فشعرت بنفس هذا الشعور، فهذا الشعور خلاني أن أعمل بجد وأكثر لهذه الأطفال. الله يجزاك الخير والجنة يا رب. آمين يا رب العالمين. طيب الآن في سؤال، هل حدث معك حكايات تغير نظرة الغرب للعرب والمسلمين حين رأوا ما تفعل؟ والله لما طلعت القصة يعني سمعت ناس يعني تغيرت فكرتهم على الإسلام والمسلمين،
يعني في ناس يقولوا ما كنا نفتكر أن مسلم يقوم بهذا العمل في أمريكا، يعني وسموني بأسماء، يعني سموني ماما تريسة، مسلم ماما تريسة، واو، سموني ملائكة بدون أجنحة، ملائكة بيننا على الأرض تمشي بيننا. في ناس قالوا أنت يعني أنت قمت بعمل عيسى المسيحيين، أنت قمت بعمل الله، عرفت؟ في ناس قال أنت يعني وريتنا الوجه الحقيقي للإسلام. في ناس يعني والله في يعني موقفين يعني أثروا فيه كثير. كان في واحد ملحد فقال يعني قال أنا لا أؤمن بالله بوجود الله، أوكي، ولكن قصتك أجبرتني أن أتمنى أن فيها الله سبحانه، موجود الله حتى يجازيك. يا الله يا وفي الله. وقصة ثانية كانت مدرسة قالت أنا بعثت لي قالت أنا يعني ايتيس لا نؤمن بوجود الله، وعمري بحياتي ما قلت لواحد God bless you، ولكن قصتك أرغمتني على نقولك God bless you، الله يرحمك. فهذه أثرت فيه كثير يعني. الله الله. هل هناك من دخل الإسلام من الأمريكيين على يدك؟ الأطفال، أنا كلهم الأطفال، اسمع، أنا الأطفال نأخذ فيهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على فطرة وهي فطرة الإسلام، وأنا كلهم الأطفال نربيهم على الإسلام، وإذا ماتوا نصلي عليهم وندفنهم دفن إسلامي، عرفت؟ نصلي عليهم الجنازة. فالحال إن شاء الله يعني كل الأطفال أخذتهم، ما في واحد أخذته عمره 4-5 شهور، كلهم من أسبوع إلى أسبوعين عمره. أوه، أطفال صغار، يا الله. لا، من المستشفى، من الولاء، من المستشفيات أخذ بهم. هل تطمح بأن تتحول أعمالك إلى منظمة عالمية أو منظمة خيرية؟ يا ريت. أنا عندي أخواتي في ليبيا عاملين من سنة 2012 بالنسبة يعني بالحروب الأهلية في ليبيا، فكثير من الأطفال تيتموا، وكثير من النساء ترملت، وكثير من الشباب ماتوا والأباء. فأخواتي في 2012 أسسوا جمعية لكفالة اليتيم، الجمعية الليبية لكفالة اليتيم في طرابلس، وعندهم مسجل أكثر من 650 طفل، ما شاء الله. وأخواتي كلهم يعني 5 أخواتي هم اللي أسسوا الجمعية، ويعني أخواتي يعني يحاولوا أن يحطوا الناس على يعني تبنوا الأطفال هذه، يعني سبونسر، عرفت؟ أن يحاولوا أن يجعلوا لهم مرتب شهري، كل من الناس الخيرة، عرفت؟ أخواتي بس هم كل هذه التبرعات كل من الناس الخيرة، عرفت؟ فيعني حاول أن يجعلوا لهم شهري مرتب شهري كل شهر، وكذلك في أوقات الدراسة يعطوهم المستلزمات المدرسية والملابس، في رمضان يعطوهم السلات الرمضانية، ويشتروا لهم في العيد الملابس، في العيد الأضحى يحاولوا أن يجمعوا لهم أضاحي، يعطوهم أضاحي، في بعض منهم يعني بمتبرعات الناس أنا راحوا يعني عالجوهم، في بعض منهم ساعدوهم في الجواز أيتام، الحمد لله يعني. الحمد لله، يعني حتى امتد إلى الوطن بعض عملك. أتوقع إنه أنا بدي أحكي شيء، أتوقع إنه هذه البذرة التي جعلها والدك ووالدتك فيكم، فهذا الشيء ظاهر إنه فيك وفي أخوانك وإخواتك. ندعو لوالديك بالرحمة والمغفرة، وأن يفوق كل هذا العمل في عملهم إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله، لأنهم السبب في وجودي. الله يرحمهم ويغفر لهم. الأستاذة إكرام بتحكي، طبعا هي مقدمة هذا البرنامج وأعطتني اليوم الشرف أن أكون معك، تحكي دائما أسأل الضيوف أخبرنا بموقف أبكاك، ولكن اليوم أنا من أبكي تأثرا بالعمل النبيل الراقي الذي
تقوم به، أبكيتنا وأفرحتنا بنفس الوقت، جزاك الله عنا كل خير. والله يعني لما طلعت القصة كنت كل ليلة أقرأ 4-5 ساعات في الكومنت متاع الناس، يعني أبكي وأقرأ، يعني أستغرب الناس الكلام يقولوا فيه هذا، يعني كله يعني كلام يعني يشيد بالإسلام والمسلمين، ولا يعني كنت أبكي، والله كنت أبكي بالساعات لما أقرأ هذه الكومنت بتاعهم. يعني شوف، يعني أنا شفت ناس سبحان الله، يعني الخير أكثر من الشر دائما. طيب. فيه عرفت؟ طيب. يعني ما كنتش أتوقع أن هذه القصة، أنا لما سألوني، أن طلبوا مني وزارة الشؤون الأسرة والأطفال أن أعمل مقابلة، لأن قلت لهم خلاص طيب، ما كنت يعني ما مقابلة وخلاص. نعم. ما كنت هذا، يعني هذه القصة تنتشر في جميع أنحاء العالم، ما في صحيفة في أمريكا ما كتبتش عنها، الكنائس كتبت عنها، والكنائس المسيحية واليهود والبوذا، يعني كل الكنائس كتبوا عنها، يعني قصة، يعني لأن هي إيش؟ قصة إنسانية. نعم. نعم. قصة إنسانية، لا فيها سياسة ولا فيها دين ولا فيها، لأن يعني لما أخذ الطفل لم أنظر ما هو دينه، ما هو عائلته، إيش لونه، إيش لغته. أنا كنت أسألك هذا السؤال، لم تفرق بين الأطفال؟ لا 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 لا، أنا أشوف إنسانية، الطفل إنسانية، إنسان يحتاج لمساعدتي وديني الإسلام، إذا أنا أستطيع يحتم علي أن يساعد هذا الشخص بالغض على جميع الأشياء الثانية، هي من ناحية اللغة واللون والعادات والتقاليد والدين، وهذا لا يهمني. No. لا أنظر له، أنا أنظر لإنسان محتاج لمساعدتي وبس. طيب، في سؤال من أسماء بتقول لك، في حواراتك التلفزيونية أو هل كنت تشعر أن هناك أسئلة من التخوف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا، وكيف كنت تجيب على هذه الأسئلة؟ إذا يسألوني الإنسان، يسألوني كثير من الناس على الإسلام، الإسلام نقول لهم أن إسلامنا ديننا دين رحمة، دين محبة، دين يعني دين عاطف، دين تعاون. ولكن إذا شفتوا، ليس الخطأ في الإسلام، إذا في خطأ الخطأ فينا إحنا الناس اللي نطبق في الإسلام. لا. لا خطأ في الإسلام، إذا في أخطاء الأخطاء منا إحنا. طيب. الإسلام دين محبة وليس دين قتل كما يقولون، ودين عنف. صدق. دين في سلام. سؤال من ميسون، لك الحق في الإجابة عليه أو لا، هل لك أن تصف لنا شعورك عند وفاة أحد الأطفال التي كنت تعتني بهم خاصة وهم الصغار؟ والله يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا كمسلمين في قلبنا الرحمة، عرفت؟ كيف لا تشعر بالحزن وأنت تأخذ طفل تربيه من عمره 5 سنوات أو 5 أيام أو 5 أو أسبوع أو أسبوعين، ويكبر ويقعد عندك إلى حتى أن يتوفاه الله؟ والله أول طفل مات في 1991، يعني بكيت لمدة 3 أيام، اللي كانت أول تجربة لي أن يموت عندي طفل. يا الله. الأطفال بتيجي بأسماء ولا أنت بتسميها؟ والله كثير من الأطفال يجون يعني بدون أسماء، أنا أسميها أسماء مسلمة، ولكن غير يعني غير قانونية، يعني مش بالأوراق، يجي الطفل اسمه إلى ولد بيبي بوي، وإلى بنت بيبي جير. يا الله. أنا أسميها اسم مسلم، ولكن ليس يعني مسجل في الأوراق الرسمية، لأن ما لي حق في ذلك.
لأنك مش الأب الرسمي. لا ما لي حق، نعم لا ما لي حق، لأن الطفل اللي أخده هو يعني من يعتبر طفل الحكومة. أوكي. يعتبر طفل الولاية. عرفت إيه؟ أنا ما عنديش يعني ما نقدرش يعني ندير حاجات. صحيح. حسب القانون. على حياتي محدودة. عرفت؟ نعم. بس أنا أسمي اسم عربي يعني مسلم أقول له أكلمه يعني كيف بتكلم بتقول طفل أنت هيبي بيبي بوي؟ لا صحيح. لازم تسمي اسم. لكن هذا من حقه، لأن من حق كل طفل، أنا أؤمن بذلك، من حق كل طفل أن يكون له بيت، يكون له أم، أب، إخوة، أن يعيش حياة عادية مثل أي طفل حتى ولو أنه ما عندهش أهل، هذا من حقه. طيب ليش أنه هو يعني هذا الطفل من يوم ولادته عنده أمراض مزمنة ومتروك، مش ذنبه، مش ذنبه الطفل ما اختار هذه أن يكون أن تكون عيشته فيها هكذا، هذه اختيار أمه وأبوه. طيب. ليس له اختيار، ما عندهش اختيار. في سؤال من ميسون، من هو أكثر طفل أو طفلة تتذكر قصته بوضوح في خلال 30 سنة وأثر فيك بسبب حالته أو حالتها الخاصة؟ قلت لك هذه أول طفلة هدية اللي يعني عاشت، يعني عاشت حوالي 2.5 سنين معنا. أنا لما ماتت أثرت فيه جدا، لما قلت لك كانت أول تجربة لي أن يموت طفل عندي في البيت، كانت تجربة قاسية. نعم. وكذلك في طفلة اللي طلعت على التلفزيون في القصة في الأهل، هذه حتى هي يعني أثرت فيها، يعني كلهم يأثروا فيها ولكن يختلف. عرفت؟ أنا الآن الموتى أزورهم، قاعد الآن أزورهم حتى بعد الموت في المقابر. نعم. أزورهم. عرفت؟ أنا أعتبرهم كأنه أبنائي، ما نعم. أعتبر فيهم أني أنا حاضر لهم، بس يعني أنا أزورهم من فترة إلى فترة. أنا عندي في مقبرة واحدة، في مقبرة واحدة 8 أطفال و3 في مقابر مختلفة. يا الله. فراس بقول لك، جعلت من حف الشارب وإطلاق اللحية سنة مؤكدة، وهي سنة مؤكدة، نموذج حسن ونور وهداية للعالم ووجه محبوب ما شاء الله، بعدما جعله للأسف الكثيرين من الضالين وجها للإرهاب. والله هذه اللحية سنة فعل رسول الله، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها يعني الله زين وجوه الرجال باللحى. صحيح. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة مش الرسول، سنة الأنبياء كلهم. صحيح. كل الأنبياء اللي الله سبحانه وتعالى بعثهم كلهم ملتحيين، هذه سنة الأنبياء. في سؤال من الأستاذ محمد بسألك، هل لك علاقة مع مؤسسات دينية غير مسلمة؟ وهل هناك تجارب وأمثلة على هذه العلاقات، مثلا كنائس، سينيغوغز؟ لا قليل يعني، والله حتى مع يعني أنا قلت لك الإمام المسجد اللي يروح لي، المسجد اللي يروح لي لما طلعت قصتي والصحافة سألوا الإمام فقال لهم he's under my nose I don't know what he's doing. عرفت؟ لأن قلت لك أنا ما أتكلم على هذا العمل، أنا بعمل وما أتكلم. الإمام واللي ناس بالمسجد يعرفوا الأطفال، لما أشيلهم للمسجد يعرفوا الأطفال هذول، لكن ما يعرفوا الطفل وكم لي سنة أعمل في هذا العمل. يعني فوجئوا لما طلعت القصة وقالوا لهم على العدد والسنوات، حتى الإمام نفسه فوجئ. لا هذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. يس. في ليبيا أتهارت بقول لك، أتمنى نفتح حساب خاص على الفيسبوك نتواصل مع العالم، أكيد إن شاء الله. الله يجزاك الخير، دعاء لك من كثيرين. سؤال، هل الأطفال، طبعا أنت حكيت أنك بتربي الأطفال على الدين الإسلامي، لكن الأطفال اللي كبروا هل بقوا على الدين الإسلامي واحتنقوا الإسلام، ولا هل ولك حرية الإجابة؟ طبعا
أنا الأطفال اللي الأطفال هذوم اللي كبروا لما يطوق 18 سنة هنا في أمريكا حر تعمل اللي تبي، حتى ابنك من صلبك صحيح 18 سنة لا عندك لا عندك عليه سلطة، عرفت؟ يعني وبعدالي الأطفال يتبنوهم الناس معظم اللي كله يتبنوهم كلهم يتبنوهم عائلات مسيحية، نعم عرفت؟ فأنا ما عندي سلطة عليهم، أنا لما يكون معي أربيه على الإسلام ما شاء الله، عرفت؟ وبعدالي إذا مات أو راح لمكان ثاني أنا أخذ الأطفال اللي ميؤوس من حياتهم، إذا الله سبحانه وتعالى شفاهم وأحوالهم الصحية تحسنت ينتقلوا إلى بيت ثاني، وأخذ طفل ثاني يعني عنده أمراض مزمنة. نعم، في هذا سؤال من أخونا بلال، دكتور بلال بيحكي في ناس كبروا، يس في واحد في كتير كبروا بس واحد الآن صار أكبر واحد عمره 34 سنة من الأطفال اللي تبناهم. سؤال من ميسول بسألك، هل أنت صبور بطبعك أم هذه التجربة أعطتك صبرا وتحمل وعلمتك الكثير؟ أولا زي ما قلت أنا في العمل لازم يكون هذا يكون عندك صبر لأن العمل هذا مستمر 365 يوم في السنة، ويعلمك هذا العمل الصبر، ولازم أنت لما تدخل في هذا العمل لازم تكون محب للعمل ويعني يعني خارج من قلبك، لأن إذا لم تحب هذا العمل ولم يكون خالص يعني خارج من قلبك لا تستطيع أن تستمر لمدة طويلة. فهذا يعني أنا تعلمت الصبر وتعلمت الحكمة من هذا العمل. في سؤال أو طلب من الجميع أن تدعو لنا بالهداية وتدعو لنا أن يعني نستطيع أن نعمل جزء بسيط من اللي عم بتسويه، قد تسمع هذه الدعوة إن شاء الله. والله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كل مسلم عنده استطاعة لعمل الخير أن لا يبخل بذلك، يمد يد العون لهذه الناس الذي مساعدته ولا يكون عنده فرق مسلم غير مسلم. طيب إذا يعني وخاصة إذا أنت في بلاد غير مسلمة يعني لازم تمد العين وتوريهم وتشرح لهم توريهم الوجه الحقيقي للإسلام، لأنهم هنا في الغرب عندناهم فكرة سيئة على المسلمين، احنا المسلمين اصحاب مشاكل وخاصة العرب لا ننفعوا لشيء، مخربين، يعني كل الصفات الدميمة وصفونا بها. صحيح. فهذا من واجب كل مسلم أن يوري الوجه الحقيقي للإسلام ووريهم إيش هو الإسلام يعني ومبادئ الإسلام ورحمة الإسلام وعطف الإسلام وحب الإسلام. هذا من واجب مش علي أنا بس، على كل مسلم. صحيح. ليبيا بتسألك هل في لك حساب على الفيسبوك؟ نعم، باسم محمد بزيك، ممكن تجدي. نعم. على الفيسبوك. نعم والله أنا هذا الفيسبوك لا كان عندي فيسبوك ولا تويتر ولا أي حاجة، حتى لما طلعت القصة ابني عمله لي قال لازم تجي على فيسبوك. الله يحفظ لك يا الله. والله أنا في يعني في فيديوهات يعني مثل فيديو الجزيرة 38 مليون شاهدوا. ما شاء الله تستاهل أكثر. بس في فيديوين حوالي 85 مليون. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الفيديو الجديد اللي طلعته الأخت العربية هذه نعم الآن حوالي قريب 11 مليون الآن من مدة 3-4 أيام. ما شاء الله قلب رائع فعلا. في سؤال من ميسون بتقول أتخيل أنك بعملك هذا لا تملك أي من الوقت لنفسك، فهل لديك ما ترجوه من الدنيا لنفسك؟ والله أنا زي ما قلت لك أنا 10 سنوات لم أخذ يوم عطلة، أنا لما يسألوني يقول لهم الأب ما عندهش يوم عطلة he doesn't get a sick day. صحيح. عرفت؟ لأن قلت لك أنا حتى ولو كنت تعبان إذا عندي غدوة بكرة موعد لازم أروح. صدق. لازم أقوم الساعة 8 الصباح
يعني أعطي الأدوية وال يعني كلهم يعني في كلهم معظمهم الأطفال فيدينج ماشين عرفت 24/7 عرفت على المشين فيدينج ماشين. يعني ما تقدر تقول أنا والله اليوم أنا تعبان والله ما مرات مريض وأشتغل عرفت لأن ما فيش وخاصة لأن بعد توفى جوزتي خلاص أنا وحدي يعني الله يرحمها يا رب الله يرحمها لا يستطيع أنا أتكفل بابني عرفت ما يقدر مسكين يساعدني الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله ولكن أسمع يعني الله أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا آمين ويكون خاتمتنا خاتمة الإسلام الله يختم لنا بالإسلام ويتقبل منا وهذا يعني هذا كل العمل الذي يقوم به بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سخرني لهذا العمل لإعانة يعني البشرية وأتمنى من الله القبول يعني. طيب أنا كنت بدي أسألك سؤال ولكن قد تكون الأخت ميسون لخصت هذا الموضوع، هل هناك لديك رسالة محددة لكل من يسمعنا تريد أن تقولها خاصة بموضوع إيجابي لمجتمعنا ولو صغر حجمه وتجربته مع هذا الأطفال وهذا التطور؟ أنا أحث كل مسلم أن في استطاعته أن يمد العون لأي إنسان لا يبخل بذلك هذا ديننا يحثنا على ذلك يحتم علينا ذلك إذا عندنا الاستطاعة عرفت ولا نفرق بين هذا مسلم وأنا في بلد مش مسلم ولكن لا أفرق بين ذلك أنا أساعد من أستطيع أن أساعده صحيح لأن هذا واجب علينا هذا حتى يعني الإنسان يكون يعني مفتاح للخير مغلاق للشر عرفت يعني لما تقوم بهذه الأعمال الناس يا أي والله ناس كثيرة تغيرت فكرتها على الإسلام والمسلمين من خلال القصة لأن الناس تسمع في الميديا إيش هنا عاملين أكثر من 300 موفي على العرب والمسلمين كلها أفلام مشاكل العرب والمسلمين صحيح عرفت فلما طلعت القصة يعني الناس تفاجأت يعني الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله يظلك ادعينا بالخير والمغفرة اللهم أرفع عنا البلاء والوباء آمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة آمين. اللهم احينا مسلمين وامتنا مؤمنين آمين. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر آمين آمين في ختام هذا اللقاء أنا يعني سعيد جدا بوجودي معك أستاذ محمد وأذكرك وأذكر نفسي والمشاهدين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أنا وكافر اليتيم يوم القيامة كهاتين وأشار إلى يده بالسبابة والوسطى جعلك الله ممن يدخلون الجنة دون حساب آمين يا رب العالمين بارك الله فيك أنت القلب الرحيم كما سموك في لوس أنجلوس القلب العربي الرحيم والأب الحنون إن شاء الله رب العالمين يكون هذا في ميزان حسناتك ميزان حسنات والديك آمين يا رب العالمين الله يتقبل منا أنا مرة ثانية باسم جميع المشاهدين أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا نتمنى لك كل الخير وإن قدمنا إلى لوس أنجلوس إن شاء الله سنزورك ونتكلم معك ونجلس مرحبا بك في أي وقت يا أخي الله يحفظك بالحفظ أنا والله كل الناس كلها يعني معظم المقابلات يعني يأتي للبيت يعني ولكن لظروف عرفت الحمد لله يعني أنا أشكرك على هذه المقابلة واستضافة لي وأشكرك وأشكر مشاهدينك في جميع في كندا وفي جميع أنحاء العالم على استماعهم وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع أعمالنا الصالحة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم آمين آمين في نهاية هذا اللقاء لا نقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما حكينا كفالة اليتيم في فرص كثيرة يا جماعة نساعد أنفسنا
أول شيء في تطهير أنفسنا، نساعد أناس مثل الأستاذ محمد في جمعيات ومؤسسات بتساعد الأيتام. إن شاء الله رب العالمين نتمنى لكم الخير، ونتمنى لأبنائكم آمين. لأن كل طفل يتيم تمس شعرة من رأسي فيها حسنة، بكل شعرة من رأسي يا الله يا الله. نعم لكون لك حسنة إن شاء الله إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. إلى اللقاء إن شاء الله.